نتعرف أكثر بالشرح والتحليل حول الضربة الإيرانية التي استهدفت إسرائيل بالأمس. ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بك معنا يا فندم إلى هذه التغطية. دكتور رامي، اهلا وسهلا يا فندم، بحييكم كل الساده المشاهدين. اهلا بك. يعني كلنا العالم طبعا تابع بقلق شديد الضربه الايرانيه بالامس لاسرائيل، وهناك ردود فعل عالميه دوليه واقليميه وايضا في الداخل، سواء الداخل الاسرائيلي او الداخل الايراني. حابه ابدا مع حضرتك بردود الفعل الدوليه، ويعني يمكن شفنا ردود فعل جميعها متشابهه، وهي طبعا الدعوه الى ضبط النفس والتهدئه. كيف وجدت هذا رد الفعل وتغير اللغة ربما الدولية تجاه إسرائيل عما كان في الأيام السابقة؟ هو الحقيقة هو يعني رد الفعل تمثل في انعكاس تحقيق كل هدف أو كل طرف من الأطراف اللي موجودة سواء إيران أو إسرائيل لأهدافه. بمعنى أدق إن العملية اللي حصلت امبارح دي الطرفين كسبانين منها، الطرف الإيراني والطرف الإسرائيلي. بس عشان يعني الموضوع يكون سلس أكثر والسادة المشاهدين يفهموه، أولا يا فندم الاتهام إيران بدعم حماس من قبل إسرائيل كان له رد فعل من جانب إسرائيل بضرب القنصلية الإيرانية اللي هي كانت من كام يوم. فلما إيران ردت بإطلاق الصواريخ والمسيرات، الطائرات المسيرات امبارح، ولا واحدة من الطائرات 120 طائرة و70 أو 60 صاروخ دخل المجال الجوي الإسرائيلي. لكن الضربة دي حققت لإيران أهدافها ولإسرائيل أهدافها، وكأنها في نطاق مسلسل إقليمي بيحصل. طيب إزاي الأهداف؟ اولا الضربه دي حفظت لايران الهيبه الاقليميه بتاعتها واحتواء الراي العام الداخلي في ايران، لان الشعب الايراني لو ما كانش حصل الرد الايراني كان اتهم الحكومه الايرانيه بالقنوع والضعف. طيب اسرائيل كسبت من ايه؟ اسرائيل كسبت ان هي استردت هي ايضا مكانتها وهيبتها الاقليميه امام الشعب الاسرائيلي، الشعب الاسرائيلي اللي شاف ما حدث في 7 اكتوبر على انه نوعا ما من الضعف لاجهزه الاستخبارات الاسرائيليه. إن النهارده اسرائيل اثبتت للشعب الاسرائيلي وللمنطقه ان المجال الجوي الاسرائيلي اسرائيل قادره على حمايته. ده من جهه، من جهه اخرى استثمار ما حدث بقى لصالح اسرائيل. ما حدث لصالح اسرائيل، اسرائيل دلوقتي هتلاقيها بتروج ان ينبغي الرد على ايران، لكن الرد هنا مش هيكون على الاراضي الايرانيه، انما الرد على وكلاء ايران في المنطقه وهي حماس وحزب الله. ومن ثم اسرائيل ممكن جدا في الفتره القصيره المقبله تستثمر ده في زياده عملياتها في غزه او في رفح الفلسطينيه او ضرب لبنان من خلال استهداف حزب الله اللبناني. وبكده اسرائيل بتقدر تحقق اهدافها من خلال ما اقترفته ايران بالامس. طيب كيف يمكن الحديث عن انتصار او تحقيق اهداف ايرانيه، وزي ما حضرتك ذكرت يمكن ولا صاروخ او مسيره من اللي اطلقتها ايران بالامس وصلت الى العمق الاسرائيلي او احدثت اي اضرار مقارنه بما قامت به اسرائيل من تدمير لقنصليه واستهداف مسؤولين ايرانيين في سوريا؟ يعني كيف يمكن ان يطلق على هذا انتصار او رد اعتبار لايران في مقابل ما قامت به اسرائيل حتى ولو في نظر الداخل الإيراني؟ انا حقيقي جدا على السؤال ده. بص يا فندم، اولا يعني عشان اكون صريح مع حضرتك وممكن الصراحه دي تبقى صدمه للبعض، اسرائيل وايران الاثنين بيخدموا على اهداف بعض في منطقه الشرق الاوسط. يعني استثمار ان هيبقى في ضربه اسرائيليه تجاه او ضربه امريكيه تجاه ايران طوال السنوات السابقه مفيش حاجه بتحصل. ليه؟ لان لولا وجود حاله الذعر من الطموح الايراني المتمثل في الهلال الشيعي او الامبراطوريه الفارسيه من قبل الدول اللي موجوده في منطقه الشرق الاوسط ما كانتش الولايات المتحده الامريكيه هتقدر تبيع السلاح بتاعها. ده واحد. اثنين، ما كانتش اسرائيل تستثمر حاله الخوف والهلع دي ان هي تعمل تحالف وتطبيع مع الدول العربيه، وبل بالعكس تحدثنا من كذا سنه، من حوالي 3 سنين، عن الناتو العربي بقياده اسرائيل لمجابهه ايران. ما كانتش اسرائيل نفسها تقدر تستثمر حاله من تعزيز علاقتها مع الدول الخليجيه بالاحرى مقابل حجم ردع ايران. بالظبط، لان يا فندم اسرائيل وايران صحيح الاثنين طموحاتهم متعارضه، دي عندها حلم الدوله اليهوديه اللي بيتعارض مع حلم الهلال الشيعي والامبراطوريه الفارسيه، لكن مين بيستثمر مين؟ على فكره برضو ايران بتستثمر وجود اسرائيل في المنطقه، وبالتالي المساله هنا المساله وكانها تبادل ادوار يا فندم في اطار مسلسل اقليمي بيحفظ. ما هو انا برضو حابه اسال حضرتك، مسلسل قصاد مين؟ يعني اما حضرتك واحنا بنتكلم على شاشات التلفزيون والعالم كله بيتابع
كل هذه السيناريوهات معلنة ومعروفة، وحتى وإن كانت غير معلنة بشكل رسمي، ولكن إحنا عارفينها وكل العالم عارفها، فكيف يتم استخدامها كفزاعة من الطرفين لأي من الأطراف، سواء المناصر لإيران أو المناصر لإسرائيل؟ هو الإجابة على سؤال حضرتك هتبقى بسؤال آخر أو بالعكس، ماذا لو كانت إيران اتسمت بالضعف والوهن تجاه إسرائيل؟ إيران باللي عملته امبارح احتفظت لنفسها بقدرتها على الردع، وبالرغم ان القدرة دي ما أثرتش على إسرائيل خالص، لكن المسألة ان إيران اكتنبت لنفسها سمعتها بالضعف، وبالتالي الحفاظ على القدرة بالردع لجانب إيران ده بيخدم على استثمار ده من جانب إسرائيل، والفترة المقبلة هيبقى في تحالف ما بين إسرائيل وما بين دول عدة في الشرق الأوسط. ليه؟ لأن إيران الضربات الإسرائيلية اللي عملتها للقنصلية الإيرانية في سوريا أو العداء ما بين إسرائيل وإيران هو ما هدش إيران ولا ضعف إيران، حتى العقوبات الأمريكية، وبالتالي الضربات اللي عملتها امبارح هي إيران وصلت رسالة إن عندها القدرة للرد على إسرائيل وإن هي لا تهاب إسرائيل. ده في حد ذاته بالنسبة للإيرانيين حفظ الهيبة الإقليمية أو حفظ القدرة على الردع. بصرف النظر تأثير القدرة دي هي ما عملتش ولا حاجة على إسرائيل، وهنا كان لازم ما تعملش حاجة على إسرائيل. ليه؟ لأن إسرائيل زي ما إيران احتفظت بقدرتها على الردع، إسرائيل استردت مكانتها الإقليمية وهيبتها الإقليمية أمام الشعب الإسرائيلي، وفي نفس الوقت أكدت ليه دول المنطقة إن ما فيش دولة تقدر تهدد المجال الجوي لإسرائيل، وفي كده الطرفين نجحوا أو الطرفين كذبوا من المسلسل اللي حصل امبارح. نعم، طب يعني هل هذا سيؤثر أو سينعكس على التحركات الإيرانية القادمة؟ يعني فكرة أن الولايات المتحدة تقف طبعا وداعم دائم لإسرائيل، والعالم كله يعني يعتبر طبعا بيندد بهذا التحرك الإيراني، فهل هذا يعني يجعل إيران في المرحلة القادمة تعيد النظر مرة أخرى في حالة الرد على أي تصرف أو تهور إسرائيلي أو عسكري تجاه إيران أو أهداف إيرانية؟ لا، هو الفترة اللي جاية هيخلي إيران مثلا تبقى مرنة شوية في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هيبقى المقابل هنا عدم تعرض الأراضي الإيرانية لضربات من إسرائيل، وعلى فكرة إسرائيل تقدر تعملها، لأن هيبقى معها إسرائيل قدرت تجر الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عسكريا تاني للشرق الأوسط. لكن المسألة إن مش من مصلحة استراتيجيا بقى مش من مصلحة إسرائيل فتح جبهات متعددة، خاصة مع خصوم يتسموا بنوع من القوة أكبر من الخصوم التقليديين اللي هم حزب الله وحماس. عشان كده الرد الإسرائيلي على ما حدث امبارح من إيران هيكون الرد ضد وكلاء إيران وأذرعها في المنطقة، مش ضد إيران نفسها، وإسرائيل هتستثمر ده إن هي بكده ردت على إيران اللي عملته امبارح، لكن هنا حققت أجندتها مع مين؟ ضد حزب الله من جهة وضد حماس في قطاع غزة من جهة. ويمكن المشاهد العربي لينا دلوقتي بيهمه في الآخر انعكاس كل ما حدث بالأمس على القضية الفلسطينية وعلى رد الفعل الإسرائيلي. زي ما حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا، أنها هتأدب أو يعني هترد على وكلاء إيران اللي هي بتعتبر حماس واحدة منهم. هل ده سينعكس على تحركات عسكرية قادمة لإسرائيل داخل غزة وما كانت تلوح ليه في فكرة اقتحام رفح في غزة؟ ده ربما ممكن يحصل فعلا في الفترة القليلة المقبلة، ان ممكن اسرائيل توسع عملياتها العسكرية في قطاع غزة حتى مدينة رفح الفلسطينية، لان فندم اساسا هو نفس السيناريو بس بتعمل بشكل مصغر. ما هي اسرائيل بتستثمر وجود حماس في المنطقة لتبرير عملياتها في قطاع غزة، وبالتالي المسألة هنا حتة ان انا استثمر وجود خصم ليا وانا قادر ان انا اخلص عليه او ان انا اصفيه. يعني العمليات النوعية اللي اسرائيل بتعملها للاغتيالات ما هتقدر تعملها على قادة حماس، لكن مش من مصلحة اسرائيل التخلص من حماس دلوقتي او تصفية حماس دلوقتي. نفس القصة اقليميا بقى، مش من مصلحة اسرائيل ولا مصلحة الولايات المتحدة الامريكية شن العدوان على ايران، لان الذريعة او الحجة للتناغم العربي الاسرائيلي من جهة وزيادة مبيعات الأسلحة للدول اللي هي موجودة في الشرق الأوسط من جهة مرتبط أساسا بحالة القلق من التوسعات الإيرانية. بمعنى إيه التناغم العربي الإسرائيلي فهم؟ بص يا فندم، هو التطبيع اللي حصل والعلاقات ما بين إسرائيل وما بين الدول العربية في المنطقة، العلاقات دي زادت وترتها وزادت يعني حصل نوع من تعزيز ودعم العلاقات دي في الفترة الأخيرة، وإحنا شفنا اتفاقيات التطبيع اللي حصلت في الفترة الأخيرة.
المسألة هنا والحديث عن الناتو العربي بقيادة إسرائيل هو المسألة إن إسرائيل بتستثمر حالة الخصومة ما بين الدول العربية من جهة وإيران من جهة أخرى لحماية الدول دي من الأطماع الإيرانية المعروفة اللي هي المتمثلة في أطماع إيران في الخليج العربي اللي هو بيطلق عليه الخليج الفارسي من قبل الإيرانيين. وبالتالي المسألة هنا الطرف العربي هنا هيبقى يحتاج إن هو يتحالف أو ينسق مع فصيل ضد الآخر. طيب المسألة هنا إن استثمار حالة التعاون ما بين العرب وإسرائيل مثلا أو معظم أو يعني مش عايز أقول كل لكن الاستثمار الإسرائيلي هنا اللي تمثل في فترة من الفترات الحديث عن الناتو العربي بقيادة إسرائيل. المسألة هنا لولا وجود إيران ولولا حالة الذعر أو حالة القلق عند بعض الدول من النفوذ الإيراني إسرائيل ما كانتش هتلاقي ثغرة تلعب عليها ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية مبيعات السلاح نفسها ما كانتش هتزيد في الفترة الأخيرة. وبالتالي المسألة هنا وكأن وجود إيران وسياستها هي بتخدم بالأساس على سياسة إسرائيل وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية في نفس المنطقة. صحيح. طيب يمكن تابعنا طبعا ده مش بس منذ هجوم أمس ولكن منذ هجوم 7 أكتوبر وما حدث في قطاع غزة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والإدارة المصرية بأكملها بكل مسؤوليها دائما ما يؤكدوا على أن ضرورة يعني حل القضية الفلسطينية لأنها هي في الأساس لكل هذه التوترات في المنطقة. وبالفعل يمكن السيد الرئيس دائما ما قال أن على الجميع أن يعني يضبط ضبط النفس حتى يتم حتى لا تتسع وتجر المنطقة إلى حرب كبيرة ويمكن شفنا بوادرها بالأمس. كيف ترى السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفلسطينية واتجاه أيضا القضايا الإقليمية اللي ربما شاهدنا بعض منها بالأمس في هذا الهجوم الإيراني على إسرائيل؟ يعني هي طبعا هي مصر دايما بتتسم في السياسة الخارجية بالمثالية وفي نفس الوقت في القضية الفلسطينية هي قضية محورية وأحد الدوائر المهمة لدوائر سياسة الخارجية المصرية. يعني إحنا دورنا تجاه أو مصر دورها تجاه القضية الفلسطينية منطلق من المسؤولية التاريخية بالأساس. وبالتالي السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفلسطينية هي ماشية في مسارين، مسار الدبلوماسي والمسار الإنساني، والاثنين بيكملوا بعض. المسار الإنساني اللي هو متمثل في المساعدات، والمسار الدبلوماسي المتوسل في ممارسة الضغط غير المباشر والمباشر على إسرائيل. لكن طبعا مصر دايما حريصة على حل الدولتين لان هو فعلا الحل الجذري للقضية الفلسطينية. لكن المسألة هنا الطرف الاخر يا فندم، الطرف الاخر حل الدولتين بيتعارض اساسا مع طموحه، مع حلم الدولة اليهودية او حلم الدولة العبرية. ليه؟ لان ما اقدرش ادي للفلسطينيين اعتراف بان هم دولة لان هم كده هيبقوا ليهم حدود معروفة في القانون الدولي ما اقدرش اتنازعها بعد كده. لان بعد كده هياخدوا عضوية، لو بقوا دولة هياخدوا عضوية في الامم المتحدة ويقدروا يتنازعوني في كل الحدود اللي انا اكتسبتها من سنة 48 لحد النهاردة في التحكيم الدولي والمحاكم الدولية. وبالتالي انا عايز اتفرغ ان انا ازحف على الحدود دي واتوسع تمهيدا لان انا بوسع النفوذ الاستيطاني عشان حلم الدولة اليهودية اللي معروف حدودها من فين لفين واللي هم بيسعوا له. والجزء اللي بيحصل حاليا في قطاع غزة ما هو الا سلسلة او مرحلة من المراحل. الدور والباقي يا فندم على اداهم الفرصة دي على طبق من ذهب وقال لهم استغلوا ده وخش في قطاع غزة. حماس المسألة هنا طبعا، لان انا بقولها تاني مع حضرتك، انا لو عملت اللي عملته في 7 اكتوبر وانا دارس وعارف ان هيتقتل لي 33,000 واحد ويبقى في اكتر من 80,000 مصاب يبقى انا واحد مجرم. ولو انا عملت ده وانا مش دارس الكلام ده، مش دارس ان هيحصل او يترتب عليه كده، يبقى انا واحد فاشل. وسواء مجرم او فاشل لازم اتحمل المسؤوليه واتحاسب. مصر حاولت لحد لسه من يومين تعمل مفاوضات عشان تهدي الدنيا، لكن الطرف ده ما بيلتزمش وبيضع شروط، وشروط ايه؟ وهو اساسا المنهزم. يعني المسألة هنا ان الطرف الاخر هو اللي بيستثمر، هو اللي بيحقق الارضية. وعشان كده حل الموضوع دلوقتي هو ايجاد تفصيل جديد يمثل الفلسطين بعيدا عن حماس. صحيح. بشكرك شكرا جزيلا استاذ رامي عاشور استاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.